بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائي المشاهدين، وهذه الحلقة الرابعة عشر بعد المئة الرابعة، نتناول آيات من سورة الأحزاب. يقول تعالى في سورة الأحزاب: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وسرحكن سراحا جميلا. نساء النبي، حضرة النبي يقال أنه مات عن 9 نساء، كان عنده 9 زوجات، ويقال أنه اجتمع عنده مرة 14 زوجة وسرية قبل أن يعني تموت أو تموت بعض أمهات المؤمنين. نساء النبي لما رجع من الغزوة والجهاد وكده سألوه النفقة، كان حضرة النبي عامل لكل زوجة حجرة 3 في 3 كده، تشوفها في المسجد النبوي، كل زوجة لها حجرة. وبعدين زوجات النبي بقى قالوا نحن يعني متزوجين النبي ولابد يكون لنا نفقة، لازم لنا مصروف، فاجتمعوا على رسول الله يسألونه النفقة، عايزين مصروف بقى، عايزين تحط لنا راتب كده ومصروف عشان نجيب اكل ولبس. وهو الكلام ده مع اي حد ينفع، لكن مع النبي محمد ما ينفعش. في حاجات معنويات بتحل محل الماديات. يعني ايه معنويات تحل محل الماديات؟ المعنويات معناها ان حضرتك بتاخد معنويات عاليه جدا، فهذه المعنويات العاليه جدا بتعوضك عن الماديات اللي ناقصه. كلام كويس. زوجات النبي يكفي لهن شرفا انهن زوجات النبي، يذكرن في القرآن إلى يوم القيامة، وما يأتي من كنا بفاحشة يضاعف العذاب ضعفين، واللي بتعمل حاجة صالحة تاخد أجرها مرتين. ده تكريم. قدام التكريم المعنوي الهائل ده، قدام التخليد ده، قدام النعيم ده، في حاجة هتنقص؟ في شوية فلوس، في أموال هتنقص، لكن انت عايز تاخد النفقة والأموال والدنيا والثواب في الأول، عايز تاخد كله ما ينفعش. عشان كده ربنا بيقول له النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله خير نسائك، قول لهم بقى إن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فتعالين أمتعكن وسرحكن سراحا جميلا. إذا كنتوا بقى عاوزين الدنيا وزينتها، ولا عاوزين الرسول؟ يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن، تاخدوا المتعة بتاعتكم الفلوس، وسرحكن سراحا جميلا. لأن حضرة النبي معهوش المتعة، هو مش جاي عشان يتمتع، هو مش جاي عشان يتفسح ويلعب وياخد اجازات ويك اند، هو مش جاي عشان كده. ان كنتن تريدن الحياه الدنيا وزينتها فتعالي ومتعكن، تاخدوا المتعه فلوس بتاعتكم واسرحكن وتطلقن. طيب وان كنتن تريدن الله ورسوله والدار الاخره، اذا كنتوا بقى عاوزين المعنويات الكبيره والحاجات الجميله، ها، فان الله اعد للمحسنات ان كن اجرا عظيما. ساعات كتير قوي الانسان يعرض لهذا الاختيار، اي بني ادم بقى من زوجات النبي، تحب تاخد المعنويات ودعاء الناس والحب حب القلوب، ولا تحب تاخد فلوس؟ ده سؤال ساعات بيتساله اي انسان يتعرض للاعلام ويتعرض للناس. عاوز الناس تدعي لك دعوات كتيره وتدخل القلوب، ولا عاوز فلوس؟ اهو. وان كنتن تردن الله ورسوله والدار الاخره فان الله اعد للمحسنات منكن اجرا عظيما. والله سبحانه وتعالى يقول لهم بقى: خلي بالكم الغلطه عندكم كبيره، عقابها كبير، لان الحسنه ثوابها كبير. يا نساء النبي من ياتي منكن بفاحشه يضاعف لها العذاب ضعفين. ساعات لو انسان عادي غلط غلطه الناس فوتها، يعني مثلا ايه، انسان شاب وشابه واقفين على الكورنيش، او شاب وشابه قاعدين في عربيه لوحدهم، الناس ممكن تعدي وتسيبهم ولا حاجه. لكن لو ان رجل ذو هيبه وشيخ له عمامه وكذا قاعد مع واحده على الكورنيش وقعته صوده ونيله، او ان هو قاعد مع واحده في العربيه في وضع ده يتعمل عليه قضيه ياخد فيها سجن. فاذا ربنا سبحانه وتعالى قد يضاعف العقوبه على عبد من عباده لان هو قدوه. فعشان كده ربنا بيقول: يا نساء النبي من ياتي من كنا بفاحشه، وبخطبها بلفظ الذكور، من ياتي مش من تاتي، من ياتي من كنا بفاحشه مبينه يضاعف فيها العذاب ضعفين، اللي هتعمل غلطه هتاخد العقاب مرتين، وكان ذلك على الله يسير. ومن يقنط من كنا لله وبخطبها بلقب الذكور، ومن يقنط مش هو من تقنط، يقنط يدعي، ومن يقنط من كنا لله ورسوله، والقنوط دعاء، وتعمل صالحا نؤتها اجرها مرتين واعتدنا لها رزقا كريما. قلنا في بعض الاشخاص يضاعف لهم العقوبه على الغلط، ويضاعف لهم الثواب على الايه؟ يعني زي ما يكون واحد ايه مرتبه مثلا 10,000، هنقول ان اليوم بتاعه مثلا ب 500 جنيه. لو غاب يومين ثلاثه يتخصم منه 1500، لو في عامل عادي بياخد 900 جنيه. اليوم ب 30 جنيه، لو غاب ثلاث ايام بيتخصم منه 90، مش بيتخصم منه 1500. يبقى كل واحد بياخد ثواب على قده وياخد عقاب على قده.
في اماكن كده الحرم مكة في الحرم، اللي يعمل كبيرة في الحرم زنا ولا يسرق ياخد العقاب يعني مضاعف 10 مرات، واللي يعمل حسن هناك ولا يصلي ركعتين هناك ولا ياخد الثواب مضاعف 10 مرات ل100 مرة. يبقى في اماكن يضاعف فيها العقاب ويضاعف فيها الثواب. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، ومحتاجين دايما نتعلم حكاية نساء النبي، لستن كأحد من النساء ان اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. ورغم ان ده الكلام ده لنساء النبي الا انه موجه لكل امرأة مؤمنة، لكل فتاة، لكل بنت، لكل بنت مؤمنة، انها ما تضحكش ضحكات يعني خليعة وسط الرجال، ما تعليش صوتها قوي بطريقة يعني مثيرة، لما تيجي تتكلم تتكلم عدل، تتكلم كلام عدل. او ان اتقيتن فلا تخضعن بالقول، ما تنيلوش الكلام اللي قدامك هيطمع. فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا. لما تتكلمي تكلمي كويس، تكلمي عدل. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهليه الاولى، ودي الايه اللي دوخت العلماء، دوخت العلماء وعملوا بيها لبس على الناس. لما تيجي تتكلم مع واحد يعني فقه قليل يقول لك ربنا قال للمرأة وقرن في بيوتكن، المرأة ما عليهاش تعليم، المرأة ما عليهاش عمل، المرأة ما عليهاش خروج. ده مخه والعياذ بالله ما يقيمش امه، ده مخه يا دوب يقعد في مغارة كده في الجبل لغاية ما ربنا يتوفى. لكن اللي عارف ان المرأة دي خرجت مع رسول الله في الغزوات، المرأة دي كانت تسقي الجرحى وتداوي الجرحى وتسقي القوم، المرأة اللي خرجت مع النبي عليه الصلاة والسلام كانت كذا، الشفاء ولاها رسول الله ولاية السوق، يعني عملها وزير التجارة الرسول محمد، ولا امرأة ولاية السوق عملها وزير تجارة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، ولا امرأة ولاية الجراحة الطب. ويمكن عارفين يعني أسماء النساء التي كنا يطببن أيام رسول الله، ومين كان بيتولى عملية الجراحة، كان بيتولى عملية الجراحة وتنظيف الجروح نساء، والله نساء، وكانوا بيخرجوا مع رسول الله في الغزوات. وفي رواية غزوت مع رسول الله 7 غزوات، يعني واحدة من الصحابيات، واحدة من مش من زوجات النبي ولا حاجة، دول غزونا مع رسول الله 7 غزوات، نداوي الجرحى ونقوم على الزمنة ونرد القتلى إلى المدينة، وهم اللي كانوا بيدفنوا الستات. النهاردة أقول لك ممنوع امرأة تروح المقابر، والله العظيم. فبنقول بقى إيه؟ وقرنا في بيوتكن ولا تبرجنا تبرج الجاهلية، إذا رأيت المرأة متبرجة وعارية وصدرها عاري وظهرها عاري يبقى ولا تبرجنا. لكن إذا أنت وجدت امرأة معتدلة، أستاذة في جامعة، طبيبة، سفيرة، وزيرة، إنسانة جادة ومحترمة، لما تحرمها أجرها؟ وقرنا في بيوتكن، وقرنا في بيوتكن بقت سيف على رئاسة الناس تقطعهم. وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ورغم أن هذه الآية نزلت لنساء النبي، يعني بعض العلماء يقول خاصة نساء النبي، إلا نساء النبي كانوا بخروجنا أيام النبي وبعد النبي. سيدة خرجت، سيدة عائشة خرجت حتى في الغزوات، حتى في الحروب اللي كانت بين علي وطلحة والزبير، وعارفين موقعة الجمل. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لهم ده انتوا يا نساء النبي انتوا مخازن العلم. الناس كلها كانت بتروح تسأل زوجات النبي عن الفقه وعن الاغتسال وعن الجنابة وعن خصال الفطرة، حاجات دقيقة جدا كانوا بيسألوا عليها أمهات المؤمنين، وما كانش يعرفها غير أمهات المؤمنين لأن هم كانوا معاشرين النبي. عشان كده ربنا ويذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. ربع حديث النبي رواه عائشة، إن الله كان لطيفا خبيرا. وبعدين ربنا بيدينا نوع من المساواة، بص، في الأعمال الصالحة، الأعمال الصالحة، إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، رجل وامرأة، والقانتين والقانتات. شوف هقول لك على كل ده، وبعض الناس في البلاد رحت أصلي بعض الجوامع لقيت جوامع معمولة للرجالة بس، للرجال فقط. طب والنساء ما لهمش مكان، مين قال كده؟ إحنا كده بمزاجنا. طب فين المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات قنوت دعاء والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. مش دي آية بتقول لك الذكر كالأنثى، هو من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. مش هم دول المؤمنين؟ مش هم دول المؤمنين؟ وبعدين ربنا سبحانه وتعالى بيدخلنا بقى ايه على حديث جميل، حديث بقى اسمه ايه؟ اسمه حديث التبني. حديث التبني نقوله في حلقة قادمة ان شاء الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله 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 الله